وحنتكلم الحين عن إنجاز عربي كلنا نفتخر فيه وبمثابة هدية غالية جداً للبشرية. هذا الإنجاز يمثل بقلب اصطناعي ممكن أن ينقذ حياة الملايين حول العالم، وقدر يحققه دكتور أزاد نجار الموجود حاليا في السويد. يا أهلا وسهلا فيك دكتور، ونهنيك الصراحة على هذا الإنجاز العظيم، ونقدر نلقبك الحين بطبيب القلوب. الله يخليك، أنا سعيد باللقاء بكم وبالمشاهدين مالتكم على قناة الام بي سي. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، يعني كم أخذ منك وقت كمدة زمنية استغرقت يمكن من أبحاث عشان تقدر تجسد هذا المشروع؟ طبعا مشروع صناعة قلب مو مشروع سهل، من المشاريع الصعبة كلش، لحد الثاني يعني مشتغل عليها صار لي 20 سنة، وراح يأخذ لها بعد 4 سنوات على ما نقدر يعني نخلصها، يعني المرضى يكونون يقدرون يحصلون عليه. ممتاز. مع مين اشتغلت دكتور على هذا الاختراع؟ مين فريق عملك؟ عندنا فريق كبير. طبعا بالبداية كنت وحدي لمدة 3-4 سنوات، سويت أبحاث على القلب الطبيعي وفهمت شلون عمله، وراها يعني شوية شوية زاد العدد يعني الفريق مالتي، وصارنا هسه تقريبا عندنا 37 شخص بدنا نشتغل على هذا القلب، 15 شخص يشتغلون يومياً عليه، والبقية يعني من استقبل نحتاجهم نقدر يعني نطلب مساعدتهم. يا سلام. نعم. دكتور، طيب يعني احنا نعرف ان هذا الاختراع انه شبيه لقلب الانسان الطبيعي او الحقيقي، يعني ايش التكنيك او الاختلاف او مدى التشابه نقدر نقول حتى بينهم، وكيف يعني يعمل هذا القلب؟ طبعا يعني من البداية الفكرة كانت انه نصنع قلب مشابه للقلب الطبيعي حتى إن الجسم يرتاح من القلب هذا ينزل بالجسم. ممتاز. فإذا عندي يعني طبعا نقدر نشوف التشابه هذا يا دكتور، تورينا القلب الاصطناعي؟ نعم 100%. هسه لحظة بس أسوي الفوكس على الكاميرا هاي حتى نشوف هذا القلب الطبيعي. نعم هذا القلب الطبيعي، هذا عندنا بطينين، تمام، وعندنا هنا أذينين، وهنا صمامات. فالتقنية الجديدة والأبحاث الجديدة أثبتت إنه القلب يضخ الدم نتيجة هاي الصمامات، تنزل وتصعد، تنزل إلى البطين وتصعد باتجاه الأذينين، فمن عضلة القلب تتقلص تصير أصغر، يسحب الصمام إلى 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 اتجاه البطين حتى الصمامات تنسد، الضغط يصعد بالبطينين والدم يندفع من البطينين. فبهذه الحالة عملية ضخ الدم يكون بهالشكل. احنا نفس الشيء سوينا بطريقة صناعية. هسه عندي هذا القلب التوضيحي. يا سلام. عندنا نفس الحالة، عندنا هنا بطين، عندنا هنا أذين، عندنا الصمام، نفس الصمام الموجود بالقلب موجود هنا. ناخذها على الكاميرا دكتور، شوي طالع من الكادر. ايوه هسه تمام. ممتاز. وهنا عندنا الصمام، هنا عندنا الصمام، فهذا الصمام ينزل ويصعد بفعل موتور كهربائي. يعني هنا يعني عوضنا العضلات والقلب بموتور كهربائي وبعتلات. يا سلام. فهاي العتلات تخلي هذا الصمام يصعد وينزل بنفس الكميه المسافه انه الصمامات مال القلب الطبيعي ينزل ويصعد بها. فمن ينزل يسد الصمام، يزداد الضغط على الدم الموجود بالبطين، فيطلع البطين الى الشريان الابهر او الرئوي حسب الجهه اللي احنا شادين. برافو دكتور. بس انت ذكرت كلمه موتور واسم اصطناعي، كيف نقدر نشحنه؟ ينشحن بطريقه باتري، عندنا الباتري يكون خارجي، وعندنا عقل الكتروني يسيطر على حركة الصمام هذا، يعني صعوده ونزوله وعدد النبضات وطريقة الحركة، يعني ينزل أسرع ويصعد على كيف، بطريقة يعني كلش فسلجية مشابهة للعمل الطبيعي يعني ب100%. فهذا حتى الجهاز طبعا أدي أقدر أشوف المشاهدين حتى يصير عندكم فكرة أوضح. تمام. نشوف علاقته في المجسم دكتور، أعتقد عندك مجسم نقدر ناخذ شرح يعني أدق من القلب الاصطناعي اللي معاك، تورينا المجسم اللي يقدر يكمل هذا القلب الاصطناعي. حط الفوكس عليه. تمام.
حط الفوكس على القلب اللي هنا موجود عندنا. تمام. تشوفون هسه واضح. فعندنا هنا طبعا البامب يعني الجهة اليسرى البامب ينشد ويا الشريان الأبهر، ويا الجهة اليمنى ينشد ويا الشريان الرئوي. هاي طريقة الشد مالته. فتشوفون إنه الصمام يصعد وينزل، يعني يصعد إلى الأذين وينزل باتجاه البطين. فقد ما ينزل البطين هو راح ينبض، يعني يدفع نبضة من الدم. فبهذه الحالة إنه نقدر نزود الرئتين ونزود الجسم في نفس الوقت بنفس الطريقة إنه الجسم الطبيعي دي يزوده. فطبعاً هذا الشيء فصار يعني كلش يعني مهتمين به، يعني الأطباء والباحثين يعني. طيب طيب دكتور، هي واضحة الحين هذه الأمور، لكن لو تكلمنا كمان عن موضوع إنه إيش هي المضاعفات اللي ممكن تنتج عن القلب الاصطناعي. دائماً أي تجربة أو اختراع جديد يعني تولد مضاعفات أياً كانت هذه الاختراعات. نعم، بس أحط أرجع حتى المشاهدين وبعد شوية الكاميرا. نعم، أنزلها شوية. تمام. الفكرة شنو هي؟ يعني المضاعفات تجي من إحنا إذا نحط قلب صناعي ما يجبه القلب الطبيعي. يعني شنو المضاعفات اللي أكبر يصير؟ هي الجلطات الدموية، يعني يصير الدم يتوقف بالقلب، يصير خثرة، وهي الخثرة تطلع من القلب الصناعي تؤدي إلى جلطة، لا بالدماغ، لا بالرئتين، لا بالكلية، لا بالأمعاء، فتؤدي إلى قتل البريض. هذا القلب يعني لحد هسه التجارب مسوية عليه ما عندنا هاي الخطورة، يعني خطورة تكوين الخطر مال الدم بالقلب ما موجودة. واحنا مستعملنا طبعا المواد اللي استعملناها هي مواد كلش عالية التقنية، وهي مواد مستعملة يعني مجربة سابقا، ممتاز، والجسم يحبها والجسم يرتاح عليها. فاحنا توقعنا يعني من ينزل في جسم المريض ما راح تؤدي الى المضاعفات اللي يسويها. ونفس الوقت متى جاهز دكتور موضوع زراعه للانسان؟ متى يكون جاهز المشروع؟ بعد سنتين 2023 احنا مقررين انه راح نزرع، واحنا هسه في صدد نجيب الاجازه حتى نزرعها بالجسم الانسان. يعني احنا في صدد إذا ننتظر الإجازة، يعني شلون اللقاح مال كوفيد ما قدروا يستعملوا على ما إجت الإجازة من الـ FDA، وإحنا نفس الشيء ننتظر الإجازة حتى نقدر نزرعها. وعندنا طبعا بعد تجارب راح نسويها، ورا ما إن شاء الله خلص التجارب إحنا راح نقدر ننزلها في جسمنا. الله يعطيك العافية دكتور أزاد نجار، جراح ومصمم القلب الصناعي، شكرا جزيلا لك وألف مبروك هذا المشروع، وفخورين بهذا المشروع الجميل اللي قدمته، هدية غالية لكل البشرية، وإن شاء الله نقول يعني إحنا لقبناك بطبيب القلوب وتستحق هذا اللقب.